السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين اخواتي؟ لاباس عليكم؟ احوالكم بخير وعلى خير. نتمنى تلقاكم الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم الجديد ديال بغرير، وصفه حصريه. بغرير تيجي ناجح 100% مع لمسه اضافيه كتخلي المذاق ديالو تيجي راقي، وتنوجدوه للضيوف ديالنا متحمرات الوجه، وتصلح هكذا الفطور العيد. انا هذه هي الوصفه المعتمده عندي البغرير في الفطور العيد. تيجي خفيف بزاف كما كتشوفوا هكذا، كله متقب كله عوينات، يعني وصفه ناجحه 100%. غنحتاج ليها ان شاء الله عندي صفار بيضة، عندي مقياس معلقه كبيره ديال الماء زهر، وعندي قياس زلافة كبيرة ديال الفينو، دقيق الفينو، قبصة ديال الملحة، وقياس معلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة الخبز، والماء الدافئ غنقيس قياس جوج زلايف، وعندي بطبيعة الحال جوج خمارات ديال الحلوى من قياس 16 غرام. على بركة الله. بالنسبة للطريقة، الطريقة المعتادة ديال التحضير ديال البغرير، هذه وصفة ناجحة 100%، توجدوها بعينكم مغمضين وأكيد غتنجح معكم إن شاء الله. هنا درت في الخلاط الكهربائي صفار بيضة اللي عندي، وضفت عليه شوية ديال الملحة، كتبقى على حسب الذوق ديال كل شخص. عندي معلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة ديال الخبز، وتتبقى على حسب الجو، ما نكتروش منها بزاف إلا كان سخون الحال. غادي نضيف معلقة كبيرة ديال الماء زهر، هذا هو هذه هي اللمسة السحرية ديال هاد الوصفة ديال البغرير، كتعطي واحد النكهة رائعة، واحد المذاق، يا سلام. تيجي من السم بواحد الطريقة زوينة بزاف، غتلاحظوها حتى فاش كتكونوا كطيبوه، ريحة ما زهر كتكون عاطية وغالبة في البغرير، تيجي زوين بزاف. لعشاق ما زهر أكيد غتعجبهم هاد الوصفة إن شاء الله. هنا ضفت زلافة ديال الفينو اللي عندي، من الأحسن يكون من ذات جودة عالية أو جودة ممتازة. ضفت عليه جوج الخمارات، جوج الأكياس الخميرة، وهنا غنضيف قياس جوج زلايف ديال الماء الدافئ. الى خفتو يجيكم الخليط جاري، ضيفوا زلافة ونص ديال الماء ونصف الثاني، تضيفوه تدريجيا على حسب الدقيق اللي عندكم، باش ما يجيكمش الخليط ديال البغرير جاري بزاف. انا على حسب الدقيق اللي عندي ولا الفينو اللي عندي، كتجيني زلافة ديال الدقيق مع جوج زلايف ديال الماء، وكيجي الخليط في القياس ديالو هو هذاك، اولا في الكثافة ديالو تيجي هو هذاك. هنا تنخلطو مزيان، كما تنعرفو البغرير تيبغي نخلطوه مزيان في الخلاط الكهربائي ما بين 3 حتى 5 ديال الدقائق باش كيجينا ناجح. هذا هو القوام ديال الخليط ديال البغرير، ما يجيناش ثقيل باش ما يجيناش مدقس من الداخل، فاش تنتناولوه ما يجيناش ثقيل، هكذا تيجي خفيف بزاف وكيدوب في الفم، فاش ناكلو تنحسو بيه خفيف. تنخليو الخليط ديالنا قياس 5 ديال الدقائق باش يرتاح، من بعد كنطيبوه مباشره. فهاد الاثناء كنت انا مسخنه المقله ديالي مزيان، والقياس ديال البغرير تيبقى اختياري. انا هكذا تندير حبات ديال البغرير تيجيو صغار، ممكن ديرو نتوما كتحكموا في السمك ديال البغرير وفي القياس ديالو. انتما كما كتشوفوا في الصوره تيبان لكم كله متقب وخفيف بزاف، تيجي بحال الشبكه. غنستمر بحال هكذا حتى كنكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي ولا ديال الخليط اللي عندي. انتما كتشوفوا
تيجي كله مثقب ومفشفش. وعاد الرائحة ما نقول لكمش، ريحة مظهر عاطية. نتمنى تجربوها حيث فعلا وصفة ديال بغرير كتستحق التجربة، وأكيد غيولي معتمد عندكم إن شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البغرير ديالنا ملي كنكملوا الكمية ديال الخليط. كما كتشوفوا تيخرج كمية تبارك الله كثيرة من زلافة ديال الفينو، وصفار بيضة تيجي صفر وتيجي رائع في المذاق ديالو. نتمنى تجربوه، هانتوما كما كتشوفوا تيجي خفيف بزاف ومهوي وكله مثقب. هكذا تنكونوا سالينا الوصفة ديال اليوم ديال البغرير مع اللمسة السحرية الجديدة اللي ضفناها عليه. أكيد غيعجبكم إن شاء الله فاش غتجربوه، وتردوا علينا في التعاليق. شكرا لكم بزاف على المتابعة، شكرا لمتابعتي، واللي ما بق... اللي باقا ما اشتركتش في القناة نتمنى تشترك معنا وتفعل الجرس باش يوصلها جديد الوصفات. وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله وفيديو آخر.